فاتمة هو بها الحين يوم النوايا كلهن صافياتي والحق دمى يوجد ودايم سعيدين ونفوسنا سمحه وسكر. أنا عندي قصة جت علي وأنا ولع يوم الحالة قشرة ولا الحالة هالحين يلا لك الحمد أمان ورزق وفلوس وخار ودولتنا قوية ومعتتنا ومكرمتنا وهاك الحين جوع وقشر وهالحين في نعمة. إيه عام 1370 وجينا محيلي من الوادي نبا ديارنا فرع دير اسمها المحاني فرع انا وابوي معنا تمره ومعنا جربه الجربه فيها شلقه ماء والتمره معنا وانا ورع وقمت اتلي البعير واكل التمره واشرب الماء ويوم جينا يما ام رضمه هذه اللي ورا المواه اللي ما في الجربه هالقطره وحنا في القاع يجيبوه يا ما يتمنظم ما يتصبر ولا ما في الجربة شيء هو ينسدح قال هاي تباني علم قلت ايه قال النياق سبيل نياقي وش رايده من خره تراها سبيل قلت له والله ما النياق لا ما هي بسبيل انا عشمني يضحك عشر تدمات على شيء بسيط وانا امشي من عنده لو والله ما يتحرك والله امري وانا اعوذ وانا اخذ الذلول وانا اجي وانا نوخها وانا احط الاشياء على المسامة كذا احوي على وانا اعده ويركب وانا ناحل المواهية حقت المواه الى السياره مزحت مع خشمه كيدين وحنا من ورا مرضمه وانا اسبقها وانا نوخها على الخط وانا كذب فوق الخط كذا بس مطيح كذا يوم اسلف بعد الرجل هضاره للرجل فوق وجف 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 هو وجف يا محول وله حياة عليثة وحياة شوال مبن عليت الخريص أبكوا فلان هم يقعدون يرشونه بالماء هم يملون الجربة السواق سجنن أمشوا أمشوا يملون الجربة قالها خلها عنده ولا منه وعاء أزه وأنا أزيه قالها عود أعطني نياقنا وأنا أجيب النياق حنا نزيني أبعدنا وحنا نصدر يوم تعدانا مران ولا هذول ربع من الجماعة محيلين قال خليكم معاهم وهي على جبال نخل يما المحاني بكبني ولع معي بيت ومعي ذرة ومعي الحي ومعي مع الربع جنوا فوق الحبر يزون باعلي قال هاتا ما نعلمك هذا يا منك جا شوية الحقنا وانا سكن انا انشدح موطن مسامتي وقشي كله يوم قمت له نص الليل والبشاري غير معذر فانا ما شبعت راحت وانا عاوز الذهاب المأخوذ وانا قاعد عنده وانا باتها كل ليله ما مشى الليله الليله الثاني يا والله يا معود ذيب هنا الخلي والله ما فيها الزول عوه هنا يا والله يا معوه هنا وانا حتى الذره كذا وانا حتى على حصى وانا جيت حتى وهي قاعد يحرش علي الذيب كذي على الا له ثانيه اللي والله مذليت اذا في الشره قالت ان هنياتها كذا هي سوقتها وانا الورد شعلها وانا عدي وانا اقعد في الليل اقعد فيها والنهار اتورد ما جاني شيء الصفره ابنقز في الشره والله ان الحرمه وانا اجي فيها كالشرات اذا تبحرني وكانت مجنونه صاحي قلت لها صاحي قالت اروح اروح هو توديني هنا ما في احد ماني بخبر احد وكم ودتني عيالها مجنونة والله نحس على غنم والبل يوم جيت له هنا يضث علي محيل أبكت على أمي قلت أنا قصتي وهذه قصتي والمرء أتعشى عنده يوم أصبح ويفطرني قال تبني أعلمك حنا عنا بنجي في مجلس شعيبا وراها طلعنا بنجي هنا تورد ولا جاء العصر ما جاك شيء اجني عشان نعود نشيل الذهب والله مرة أقعد والله نادى لي الشرف يا قلم عبد وجمالهن معهن ضياره جاس الوردات
وانا جيها النار راويا، وانا قطع ايدهم بالعقل، وانا عشان يا الجمل، والمفروض تقوم تبع البير، وانا صب لها الدلو، ويوم انحرفت وانا خبطت كذا تضربني من يد البير تحول دوني القاعه بالشاي ودلوي. من ايديا فيها حصى تقعد عليها، إلا الله فاكني إذا ماتي ماها ما يغطاني ما غلي هنية، وأنا معرج عدي وأنا أقعد من الظهر لأن جاء حول الفجر. إلا والله ونعشت قال كذي على الحصان مأخوذ متتي إلى الدم من يثر هرشة أثر ما بدأ بثر هرشة مني، وأنا تكمل فيها الدم ما أكل فيها الماء. إلا والله نح هرشة ودلو وأنا أركب عليها بسكات وجرها، قال بكدلوا عيا تظهر، قال بتعالي جاءنا الحصى جر جر وانا بذنب هو جر له فاري الجيب بب بم، قال وانا الذيب ما انا بفك الطي على تحسبني تسلمت انا مرتاح ورع وابشر، قال بكلا لا يا انا نحس الرجال يوم جاء، قال بكلا وانه مسحلت انا بحول على الحصاه والدب سمعي اذا معك الشاف، والله اني ما قد شفته من يوم الله خلقني غير هكا الحين معه لا الحين اخذه ولده من المنجم من اياه ابو زنتا من الخواجات ابو ثمان حجار ويكشف يمكشف، قال انا ولد كارش يا ولده المجنون لا رحن ابوكم، قال ابوك، قال لي والله أنت مجنون صاحي، قلت له صاحي، قال له اركب اركب على الدلو، وأنا أغطس ذي وأنا أظهر الشاي وأنا أظهروني لما أظهروني وطون ثويبي المأخوذ اللي عليه ويعسلونه اللي هو من هو؟ اللي هو أبو زنتا وفحان وشمروخ، خلف أبو زنتا، خلف حياة خلف أبو زنتا وفحان وشمروخ الكراشمة ظاهري من المحاني يبون المواه، وانا مريض اذا حس المفروض يوم هنا قال ابكي المفروض انا تنايتها، هم يقومون بجدر نحاس اقدر الاول نحاس للشرب، قلت والله ما تذوقونه يا قلت والله ما تذوقونه ولا تحتربونها، قالوا تعال حبيبي الحين بنحط فيه سكر ونحط هالحين ونجيك ونعيب ونشيلك على الجمل، رحت وتحايروني يشيلوا لي على الجمل، والله مرة اروح يوم جيت شعيب قال لها ابطان قال هذا ابوي جاني تهاشي ظهر نيزان انت وين انت؟ قلت له بالغادي وانا تحت البير وانا ما يوطي الذهاب احنا البعير يشيل في ظهر البعير هذا كنت فك بعير حياة معبد يعلد، وهذه قصتي. والله في واحد زميل اللي حربي جزاه الله خير ولحيته غانمة علمني بقصة، يقول وقعت في مستشفى المجمعة، يقول فيه رجال منوم في المستشفى مريض في المجمعة، وجنبه واحد على سرير منوم والليل كله والنهار مغر مع ويطالع فيه بينه وبينه المستشفى زي ما انتم عارفين هذا سرير وهذا سرير، محزم بالشاشات راسه ورجلينه وكل جسم الشاشات الرجل هذا. جات الساعة 4 فتحوا الزيارة، جو ناس يزاورون المريض هذا، كل ما زاور الناس راحوا يضحكوا، هذا وش فيه؟ المريض هذا استغرب من الإنسان هذا أبو شاشات هذا اللي مربط وليلك كله وإذا جاء أحد يزاوره راحوا يضحكون، ويقول يضحكون حتى صوته يطلع مرض بصوت عالي، يقول ما صدقت على الله أن الزيارة تنتهي من الفضول أبا أشوف وش الرجل هذا ليش يضحكوني المزاورين اللي يزاورونه،
يقول انا قمت تعافيت ما عاد في شيء، بس بسالها الحين وش نقزت؟ يقول لي عند السلام عليكم. وعليكم السلامات. قال الله يسلم. قلت يا اخوي انا انت مريض يقول انا احسبه ايش؟ محروق او جاي على حادث او شيء من هالكلام. وانا كل ما جاء واحد يزاورك طلع يضحك. وش قال يا اخي انت حاسدني على الضحك؟ خل الناس تضحك. يقول قلت لا والله ما انا بحاسدك، لكن انا مستغرب يا اخي، لو سمحت تعلمني يعني اذا تقدر. قال لي ان شاء الله اعلمك. يقول قعد يضحك. قال شوف يا اخوي انا ساكن في الدور الثاني وعندي بلكونه، واجي في الليل وافتح البلكونه واطفي النور وارقد وقت النوم. قال ورقدت وخدت اخذني النوم. يقول حلمت لي حلم في انه يوم القيامه، انه في يوم القيامه والناس يقول مجتمعين كانهم باصات موجوده في موقف زي باصات، كله باصات، وينادوا بسامي فلان ابن فلان اركب الباص يلا على النار، فلان ابن فلان اركب الباص كذا كذا على الجنه. يقول الباصات تودي النار والجنه هذه. يقول وانا احترقت، انا ما ادري وش انا للنار الحين ولا للجنه. قال وينادوني فلان ابن فلان. قلت نعم. قالوا على الجنه يلا اركب باص 35. قال وانا فرحت مره، يقول من الفرحه وانا انقز على الباص 35 وانا اركب. يقول معي ناس مليان الباص هذا، ما حد يتكلم. يقول يوم اخذني شوي والله ان اللوحه مكتوب مع اللوحات طريق الجنه وطريق النار، اللوحه مكتوبه باقي 50 كيلو، باقي 15 كيلو على 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 النار، باقي 15 كيلو على النار. قالوا لو تعدانا المفرق مفرق الجنه. قال وانا انجن. قال اللوحه الثانيه باقي 10 كيلو على النار. يقول ما حد يتكلم وانا تجننت الحين. انا قالوا لي رح الجنه وركبت الباص وهالحين المفرق الجنه تعدينا. قالوا انا انقز على السواق. يا ولد انت وش فيك؟ ما يهرجني ملقيني ظهر ولا يكلمني. يا ولد انت وين موديني النار؟ تعدينا وانا على الجنه. قالوا لي سموني وقالوا على الجنه. قال انت على النار ما هو على الجنه. يقول قلت لا زاميني. يقولون على الجنه تقول لي على النار. قال هو يطالع فيه. قال الى ابليس اللي يطالع فيه. يقول قلت يا ملعون الوالدين موديني النار وانا كاتبين قايلين لي على الجنه. قال يا اخوي انت وش انت؟ قالوا لك على باص 35 وانت ركبت باص 53. يقول انا من الفرحه غلطت وركبت ما فرقت بين 35 ولا 53 وركبت. قال طيب وش الطريقه؟ قال الطريقه والله الباص مبرمج ما يوقف الا في النار، ما لا في يدي ولا في يدك، وهذا حظك. قال يا ابن الحلال انا وش اسوي عاد؟ قال تنقز انقز انقز. قال وانا انقز على الباب وانا فك الباب وانا انقز. يقول يا ابن قز ما وعيت الا في المستشفى. نقز من البلكونة على الحوش ولا وعلا في المستشفى. قال وهذه قصتي. وعندي طال عمرك في واحد من الجماعة اسمه عسير العطاوي، عسير بن ساير الغنامي العطاوي، وعسير راعي كرم وشجاعة، ولا يبني بيته إلا على درب الناس، ما يبني ما يلفت بيته. في ناس يلفتون بيوتهم اللي الفقراء وهذا ما يلفت بيته. يبني بيته يوم الجوع، يبني بيته على بيت شعر، يبني على الطريق. وفي ناس الظاهر قالوا له يا ولد انت مجنون انت ما المهم تمثل الرجال. يقول يا من القلب يلج وداخله رنه، لجة ضراين على عد عواذيبة، أو لجة الفرد يوم جفاية السنة، وسهيل والقيض مجبلة ملاهيبة، حيران شاول من شاحين حدت هنة،
ظلت على الحائط تجبلبه وتجفيبه، وان جنبه ارداف والمفروض ضدنه، والحاض حتى ضارس في مصاليبه، يا راجل لي بيوت ما لفتهن، عليه الدرب بينت بمهاذيبه، ما هم الا الدلال وثالثتهن، كبش المربى الى لزمه مواجيبه، يزين خبط الركايب في سندهن، هاود من الليل خافيت من شهيبه، يزين خبط الركايب في سندهن، هاود من الليل خافيت من شهيبه، افرح بهن الى جني بهلهن، وقوم عاجلا الضيف الله وهليبه. وسلام وقت فات ما هو بها الحين، يوم النوايا كلهن صافياتي، والحقد ما يوجد ودايم سعيدين، ونفوسنا سمحه وسكرنا.